वापिस से पढ़ आओ। والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انباش أشقاها فقال لهم رسول الله نقات الله وسقياها فكذبوه فآقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.